ايوه انا عندي مشكله تاني. اصلا انا عيانه وباخد دواء، ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحه صدرك يا شبع. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجلي على الارض. اشرح لنا بقى في فوائد البرشام. لولا الفردتين اللي انت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك، وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟ علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا، وكفايه جدا اللي حصل. نمشي نمشي فين يا خالد انت وهو؟ يلا يلا عشان ريك الصرافه نقلب عيشنا، احنا ميه تخلص الزير. يلا ماشي ماشي. قلت لهم كل خزنه وليها ميتها، في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه. فاهم قصدي؟ حرش مدولي بتعمل هتفضح لمين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفه رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها ميعاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلم نفسي ده كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكه. ولد شوكه ده في البيت. اسف. انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا. السلام. بابا. وهو عيونه تشبع نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام انا بعشق النجاة الصغيره. انت تعرفي ان النجاة الصغيره تبقى اخت سعاد الصغيره؟ اخت سعاد حسني؟ طبعا عارفه. بجد؟ طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير، ده اكبر ورع فيهم ب 20. بلاش برطمه، اخلص معاك كام؟ 3334. ها وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58,732. حلو، معاها 62,066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وإن كان على فلوس العربية والسلاح في 60 داهية، أنا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. أنا مش هامشي. عندك حل تاني؟ إن شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي، وناخد الفلوس اللي في الخزنة كلها. هتثبتهم إزاي؟ بضفر صباعك؟ أنا اتخذت على إخوان على فكرة. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد لو لفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام هم مش خواجات ولا ايه؟ ايه؟ ايه تي ام ايه؟ مش حالا ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنه نفجرها. ايزي ماما
حامد حصلني بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبله فرقت وبكره زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم هناك عايز ايه؟ المكنه دي تخصني بقى. يا اخي اوكي بقى ورا ايه صوت الفرقعه دي؟ لوخي احنا مالناش دعوه ها؟ ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ورا ايه صوت الفرقعه دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان فاتوا في الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف وغاز بيقع، تقريبا في حد لسه حاجه في الفرن. احنا شاملين ريحه غاز من ساعه ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش ايه اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاته. انتوا احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبله، كفرنا يا احلي اللي موت ولا اكتر. شنو الله ادخل يا ابني تهو. يلا بالراحه يا عم الشبح، اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابني انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيم. ايه على عينك، كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا مرفوض ايه يا ماما، انا مش مرفوض ولا حاجه، انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح، قلت اخش شوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين يا نجم؟ احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا، ابني حرامي. لا يا ماما حرامي ايه؟ انا اقول لك، انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز. ايه بس وزفت ايه؟ طول عمرك بقول عليك وفاشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس اشغلها واعمل بيها مشاريع قرض يعني، وفي الاخر كنت هصدل عليا البنك. ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زقرة ملوش دعوه وعمري مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ يا ماما محتاج. تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما استثبتش في البنك. لا انا ما استثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وحاططني في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل. يا ابني انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجه. لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. أما انت بقى يا سي عمرو فخيبت أملي فيك. أنا عارف ظروفك كويس وعارف أبوك بيعاملك إزاي، لكن ما كنتش هتخيل إنك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني أنا؟ أنا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص. معلش علي صوتك علشان انا اتطرشت، انا اتطرشت ممكن نسيت. عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على ايه يا حاجه؟ الله يا حاجه، الله 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 يا حاجه، الله يا حاجه. يا صالح يا صالح، انا ساكن عشان خاطرك انت يا وليه، يا وليه انت مش شايف يا عم، يا وليه يا صالح، يا صالح. بابا بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول نخبط؟ يا بابا يا بابا انجز افتح الخزنه، البوليس زمانه جاي. يا نهار اسود، يا نهار اسود،
البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنة وسنة السجن بتسعة اشهر هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجة، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجة في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. نهار اسود يا نهار اسود. انت كل ده لسه ما خلصتش. انا شغال يا ابني هو ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل ومزاجي. تسهيل ايه؟ البوليس فوق. الله القلب معاك. ثانية بثانية. ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. لا الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم. بشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ نهار اسود. ثلاث دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير ثلاث دقايق. مين الكبير بتاعكوا هنا؟ أنا الكبير والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو نائب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالى معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكوا ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك، وما حدش هياخد من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم العمور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل، وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جدة الحاجة كمان. يلا قدامي، يلا يلا اثبت. قدامي كله يثبت مكانه، محدش يتحرك. كله يثبت مكانه، محدش هيقرب لك.